السلام عليكم، معكم الشيف بن شهيد صلاح الدين. جيت اليوم كما العاده باش نقدم لكم اطباق اللي تقدروا ديروها ان شاء الله في الدار ديالكم. من الاطباق هذه عندنا اليوم لي زويتر غيكونوا غراتيني. ان شاء الله غنديروا بيشاميل غنصوبوها قدامكم بطريقه وغنعمروا بها لي زويتر وغنزيدوا عليهم لا شابلور وغنزيدوا عليهم فرماج روج وغندخلهم الفران ان شاء الله على درجه حراره 180 مده ربع ساعه. بالنسبه للبحار، البحار عنده حوايج اللي خصكم تعلموها باش تعرفوا واش الجوده ديالو واش مزيان واش خانز واش صالح للاكل ولا لا. الطريقه الاولى هي انه خصو ديما يكون مسدود، تلقاوه مسدود ماشي محلول. ثانيا يكون ثقيل، يعني شارب الماء ديالو اللي كيحافظ عليه كيبقى ديما فريش ديما كيبقى جديد. وثالث حاجه هي الريحه، ملي كنحلوها كنشموه، اذا كانت الريحه ما مزياناش اذا راه هو خاسر، اذا كانت مزيانه راه مزيان. هادو ثلاثة ضروريين باش تقلب المحار ديالك. نبداو على بركة الله. عندنا لي زويتر، لي زويتر عندهم طرق ديال كيفاش كنحلوهم. غنوريكم اليوم الطريقة الأولى. إذا كناخدو سكين، عندهم كاين سكاكين اللي خاصة بلي زويتر. اليوم غنوريكم كيفاش نقدروا أي سكين نديرو به. إذا كنخشيو في هاد الراس ديالو، كيديرو بشوية حيت كيكون هو قاصح، ماشي أي واحد يقدر يحلو. إذا مع الممارسة كلشي كيولي ممكن. كنخشيو الراس هو الأول. وما كنديرش بالجهد غير بشويه، راه ما معصب معاه ما والو. ها هي مشات، كنهبط حتى لتحت وكنحلها. ها انتم كما شفتوا هذه الاولى، الماء ديالها عامره مزيان، تمن الرائحه ديالها كتبقى فيها غير الريحه ديال البحر. كندوزو للثانيه باش نعاود ناكد عليكم باش تعلموا الطريقه مزيان. كتحاول تخشي الراس ديال الموس بشويه، ما تعصبش معاه، ومن الاحسن يكون شي بروتيج، يعني شي زيف ديرو فوق يديك باش الى حفظ الله الى حفظ الله وزقلتيها ولا هادي تلقى شي حاجه بروتيجي. كندخل الراس بشويه يبقى غادي معاها بالخاطر. من بعد ملي كيدخل الراس مزيان كندورو غير بشويه كيتحل، كنعاود نكملها بيديها. ها هي الطريقه، الماء ديالها عامره. نحاول نكملو هادو كاملين. أما المنافع ديالهم فما كتعدش، لي زويتر راه غنيين بالأملاح المعدنية، صحيين، كينصحو بهم الأطباء بزاف. واكثر الناس اللي عارفين القيمه ديال هاد لي زويتر هما الاسيويين والشينوا، وهذوك اللي كيطلبوهم كياكلوهم بكميه كبيره كبيره. هنا كملنا الحلان ديالهم. اول شيء غادي ندير ناخذ الطبق هذا اللي يكون كيدخل الفران الومنيوم، كنديروا السكر، كنديروا الملحه، عفوا كنديروا الملحه الحيه كروسيل، نديروها هنايا. نورو على الصحن بحال هكا، من بعد غادي نفرو عليها، كنحيدو هاد الماء، كنبداو نستفو فيهم. كيما شفتو هاد الطريقة هادي. دابا ندوزو للمرحلة الثانية وهي غنصوبو صوص بيشاميل. يعني نصوبو صوص بيشاميل باش نعمروها وحدة وحدة، من بعد غنزيدو عليها لا شابلور. اللي كلشي كيعرف شابلور خبز تقدر تستعملي اللي عندك في الدار، يعني تدخليه الفران واحد المده على ما يتكرمل ويتحك يولي بودر. من بعد كنزيدو عليه الفرماج وكتدخلوه الفران كما قلت لكم درجه حراره 180 وربع ساعه تقريبا، ربع ساعه لما كيتحمر وكيتكراتينا وبالصحه والراحه. دابا غادي ندوزو باش نحضرو لا كريم بيشاميل. اولا غنبداو بعشق كبيره ديال الدقيق، غنديروها في هاد الكاسرونه، غنزيدو عليها طريف بحال هكا تقريبا عاشق ديال الزبده، ومن بعد غنديروها فوق العافيه ونحركوها باش يتجمع الخليط ديالنا يعني. يولي على شكل عجين. من بعد غنزيدو عليها لا كريم، غنتسناو هذا حتى يسخن، لابد يتخلط الزبده ولا كريم، لابد الزبده مع لافارين يتخلطوا مزيان ويوليو بحال العجين.
بغيك شوية الصبر وكيبغيك تتبع المراحل وحدة بوحدة، ما تحاولش تحرق لي زيتار. فوالا دابا هما تخلطوا، غنزيدوا عليها دابا تقريبا كاس كبير ديال الحليب، دائما مع التحريك نخلطوا نخلطوا مزيان المقاد. صافي ها هي واجده، غنزيدوا عليها دابا المليحه اسيزونمون، شويه ديال الملحه وشويه ديال الكوزه، ها هي الكوزه. ها هي لاكريم ديالنا دابا وجدات، غندوزو دابا ليطاب الثالثة وهي غنعمرو لي زويتر ديالنا وغادي ندخلهم للفران. خليوك معانا. ليطاب الثالثة وهي غنعمرو لي زويتر، غنوجدهم باش ندخلهم للفران، غنزيدو عليهم البيشاميل ديالنا. بهذه الطريقة كناخدو واحد العاشق كنخويو عليها بوحدة بوحدة، نعمروها ما تنساوش هاد الطريقة هادي، راه حتى الناس اللي ما كياكلوش لي زويتر خضرين كيبغوش ياكلوهم بحال هكاك طبيعيين، ممكن يديروها يديروها بلاكريم، يديروها بيشاميل، يدخلوها للفران غراتيني، راه غادي تجيهم مذاق مغاير، وحتى الوليدات الصغار يقدروا ياكلوها معاهم في الدار. كما العاده لي زويتر عندهم بزاف ديال الطرق باش توجدهم، تقدر ديرهم بيل بيل، ديرهم بالحار، كتحيد لهم الكركاس كامل، كتاخذ غير الجلده ديالها كطيبها بالزيت العود ثوما وربع ملحه وزهر، عنده طرق بزاف. كما شفتوا دابا دزنا درنا لاكريم، ثاني حاجه غادي ندوزو غنديرو لا شابلور، هو داك الخبز اللي قلت لكم مهرمش. هذا الدور ديال لا شابلور هو كيعطينا الكروسيون، ملي كتاكل حاجه كتحس بهذيك الهرمشه. كنبداو نعمرو بوحده بوحده، كنظن بان الطريقه سهله، ممكن ديروها في الدار. كندوز دابا الزبده الفرماج، فرماج غابي، فرماج غابي حتى هو الدور ديالو هو كينسن، كيعطي واحد المذاق جميل. هذه هي الطريقه اللي غادي نديروها، ندخلوها الفران 180 درجه ربع ساعه، خليكم معنا ندخلوها الفران. ندوزو للطبق الثاني، هو عبارة عن سلطة بيشو اللي غنية بالمقادير ديالها وبلي فيتامين متنوعة، اللي كتكون من مايز، لا سلطة فيغ، كوغ دو بالمي، كنديرو فيها لافوكا، كنديرو لا طوماط، وكنديرو كروفيت، كنديرو لونغوستين، وكذلك غادي نزيدو عليها السوريمي. ندوزو الطريقة، ناخذوا لا سالاد فيغ كنقطعوها بهذه الطريقه هذه، كنديروها في الوسط ديال الطبق، كندوزو للمطيشه، الطيشه قطعوها دومي غونديل، كنبداو ندريسيوها بهذه الطريقه. من بعد كنتبعوها المايس، كنديروه في الوسط، في الوسط ديال الطبق، من بعد كناخذوا مايس اي بي
نقطعوه على جوج، ندريسيو بحال هكا. كناخدو كور دو بالمي، نقطعوه رونديل، كندورو به طبق، من بعد غادي ناخدو سومو، سومو فيمي، هو طيب على طريقة ديال مدخن، نقطعوه طريفات صغار، ناخدو كذلك لومبرين نفس الطريقة، نقطعوه طرفة صغار. من بعد غندوزو لافوكا، لافوكا قطعوها بحال هكا، قسموها على جوج، حيدو لها القلب ديالها، حيدو القشرة، ندوزو دابا السوريمي، السوريمي نقطعو على جوج، كندورو كروفيت لي ديجا سلقناه ونقيناه، ناخدو حبة ديال لونغوستين هاد الشكل هدا، تاهي سلقناها، نحطوها من هنا. ناخدو بيضة سلقناها نقيناها، نقسموها على جوج، نحطوها في السونتر بهاد الطريقة هادي. عندنا طوماط سوريز، نقدرو نديروه بهاد الطريقة هادي. الآن بقى لينا غير نصوبو لاصوص، لاصوص فينيغريت لي غنوجدوها قدامكم دابا إن شاء الله، خليكم معنا. كناخدو تقريبا نص حامضة معصرة، غادي نزيدو عليها معلقة أو جوج كبار ديال زيت العود، وغنزيدو عليها نص معلقة صغيرة ديال لاموطار، شوية ديال البزار، وشوية ديال الملحة. غنخلطو المقادير كاملين، نخلطوهم مزيان، وهنا سيداتي وسادتي أي واحد كيبغي يعني عزيز عليه السيترون، عزيز عليه الحامض، كيقدر يزيد كيذوق الملوحيه ديالو. وهاد السلطه هادي راه صحيه، الناس اللي كيتبعوا واحد الحميه راه غنيه، راه فيها زعما كل الطاقه، كل لي فيتامين اللي يقدوك في النهار ديالك. تقريبا هي وجدات لا فينيغريت، وغندوزو نسقيو فيها بهذه الطريقه. وهاد لاصالاد راه معروفة بالمحتويات ديالها، وكنصحكم باش ديروها في الدار، وبالصحة والراحة. بالنسبة للطبق الثالث وهو عبارة عن سان بيير على كريم وشامبينيون، المقادير ديالو هي كما العادة لاسيزونمون البزار والملحة. عندنا لا كريم اللي غنصوب بها لاصوص، عندنا شامبينيون، عندنا سان بيير، عندنا شويه ديال الكروفيت خضر منقي، عندنا الزبده، وعندنا الروز. بالنسبه للروز كما العاده سلقناه ووجدناه باش يسهل علينا الطريقه. نبداو على بركه الله، ناخذ شامبينيون نبدا به اولا، نقطعو بهذه الطريقه هذه،
هذا شامبينيون دو باري، في حالة ما بغيتو تستعملو ديال البواط حتى هو تقدرو تستعملو. بركات الكمية بحال هكا، غنمشيو غنشعلو نخدمو العافية ديالنا باش نسخنو النقلة. غناخدو كويير ديال الزبدة، نبداو بالزبدة الأولى، دابا ندوزو لسان بيير الحوتة. هاي سان بيير ديالنا، الحوت هو عنده طريقة باش كتقدمو، ديما كنحاولو نخليو هاد لو بول فوقاني ديما باش كيدل على النوع ديال الحوت. إلا حيدناها ما كتبقاش تعرف سان بيير من لا لوط من لومبري من ليسبان، دونك يقدروا يتخلطوا عليك، سيرتو بالنسبة لينا حنا اللي كنخدمو في لي زوتيل وفي لي ريستورون. اوبليجي خاصني ملي ندريسي الفلاسيط نخلي لا مارك ديال الحوت، نوري للكليان ديالنا كيفاش شنو هاد النوع اللي كتاكل، واش هو اللي طلبتي ولا لا. نبدا بهاد الجهة ديال الشلة، ناخدو ديما واحد الكويير باش تهز شوية الزبدة تحطها عليها من الداخل من الفوق. منساوش بأن هاد النوع ديال الحوت كيطيب بالزربة. دابا نخليو سان بيير يطيب وندوزو للشامبينيون. الشامبينيون كونتيتي كما قلنا هي هادي. من بعد ملي غنحيد انا سان بيير، سان بيير كيخلي لوغو ديالو مع الزبده مع لا سيزونمون، كنزيدو عليه الشامبينيون باش يشرب هذاك المذاق ديال الحوت. من بعد غنزيدو عليه كروفيت، كروفيت هو الدور ديالو كيساعد، كروفيت كيعطي هذاك الضوء ديال الكروفيت ديالو اللي معروف اللي بنين مع لا سيزونمون. غنزيدو عليها لا كريم، لا كريم باش يشرب، باش تعطينا لا كريم اللي بغينا ديال 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 الحوته ديال الطبق ديالنا. الحوت ديالنا هو دابا طاب، نقلبوه مزيان. كما قلت لكم راه كيطيب بالزربه، غنحطوه دابا طبيصيل. ها هو هنا. دابا غنديرو كيما قلت لكم شامبينيون، نقليو الشامبينيون، نلوحو مع الكروفيت، كنقليوهم مزيان مع بعضياتهم كيشربوا. دابا لي شامبينيون مع الكروفيت هما تقلاو، غادي نزيدو عليهم لا كريم. لا كريم هاهي، صافي كنحيدوها من العافية. نجيبوها عندنا هنا، نزيدو شوية ديال الملحة، نزيدو شوية ديال البزار، نخلطو القرار مزيان مع بعضياتو. دابا غندوزو للدريساج، ناخدو الحوت ديالنا طابر بالشكل هذا، نبداو نزيدو عليها شامبينيون مع لا كريم مع كروفيت. كناخدو الروز ديالنا اللي كيكون ديجا طيبناه، كنخلطوه مع الشي اللي بقى ديالنا باش يشرب لا كريم.
هذا الرز بالكروفيت وشامبينيون كيجي بنين، يعني كنصح انا الامهات يحاولوا يديروهم لوليداتهم اللي ما كياكلوش بزاف، غايجيهم بنين غايعجبهم. كناخذوا هذا بورت بياس، هذا السيركل هنا باش ندريسيو عليه. ندوزو للتزيين، كنديرو طوماط سوريز قسمو على جوج، ناخدو شويه ديال السيبوليت ولا نات، وها الطبق ديالنا واجد بالصحة والراحة، نتمنى يعجبكم. بالنسبة للطبق الرابع وهو عبارة عن مول بيلبيل، المقلة ديالنا سخنات، غنزيدو على زيت العود، خليو تبان سخنات بزاف مزيان، حيت الليمون كيبغيوش الطياب بزاف، كيبغيوش يدو الوقت باش ميموتش لي فيتامين ديالهم ميتحرقوش. هاهي سخنات، غنزيدو الثومة والربع، غنزيدو السوداني اللي كليكم تقريبا حبه وحده، نحركهم مع بعضياتهم، هادو لي ليمون بيل بيل، كروفيت بيل بيل، بول بيل بيل، لي زويت حتى هو بيل بيل، ممكن تقريبا نفس الطريقه، كاينه بلا صوص طوماط كاينه لي سون صوص، وسهله ممكن ديروها في الدار. دابا غادي ندوزو الليمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، الليمون ديالنا كما قلت لكم ما كيحتاجش بزاف ديال الطياب، الطبق ديالنا الطبق ديالنا هو وجد، كنزيدو عليه هاد الطرونش ديال الحامض الا ما عندناش، كنقدموا بهذه الطريقة بالصحة والراحة. كان معكم الشيف بن شهيد صلاح الدين، اللي قدمت لكم الأطباق منهم ليمول بيل بيل، سالاد ريش، سالاد بيشور، لي زويتر غراتيني، اي سان بيير على كريم وشامبينيون. كنتمنى هاد الاطباق اللي قدمت لكم ينالوا اعجاب ديالكم، وكنشكر دوزام على هاد الدعوه. اقتراحاتكم مشاهدينا او ارائكم او كذلك وصفاتكم او لحتى لو بغيتوا تشاركوا في البرنامج، راسلونا على العنوان للمطبخ نجوم @dezem.ma.
Thank you.